السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار ان شاء الله غادي نقدم واحد الحلقة ديال الأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها في تربية الأرانب، وما فيها باس. لا غادي ان شاء الله نذكر تل الأسماء والأثمنة ديالها، لان يعني شحال من واحد في لي كومونتير تقول لي انا راني عاد جديد وراني باغي الانواع ديال اسمو غادي ندير من الأدوية وما عارفش. يعني شحال من واحد كنشد غير الرابط وكنعطيه له. انا نحاول في هذه الحلقه ان شاء الله نهضر على هذه الحوايج. كاينين واحد الادويه اللي هي ضروريه انها تكون عند في الحقيبه ديال كل مربي، يعني كل مربي اراني. هذه الادويه كتنقسم على جوج. كاين الادويه اللي هي عباره عن تحصين، يعني اللي كتحصن على طول العام او 6 شهور، وكاين الادويه اللي كداوي في الحين، يعني حتى كيكون المرض عاد هي خصك المربي انه يستعملها. نهضروا دابا على الادويه ديال التحصين. كاين ادويه ديال التحصين اللي معروفه. اول حاجه خص يكون المربي في الذهن ديالو هو التسمم الدموي. التسمم الدموي اللون ديالها هي عباره عن ابره، كدقها الابره كدقها فوق الرقبه، يعني في حدا الاذنين، كتهز هذيك الاذنين ديالها، يعني فوق الجلد اللي مور الاذنين ديالها، و كتدقها لها تمايا. اذا هاد الابره هذه سميتها كوني برافاك. هاد كوني برافاك لا صالحه للتسمم الدموي. يعني كاين واحد الشهور كيجيهم واحد المرض، يعني سميتو التسمم الدموي. الله لا قدر الله انهم كيطيحوا، كيكونوا واقفين حتى كيطيحوا، كيسيل لهم الدم من نيوفهم. هذا التسمم الدموي حضيو منه، خاصكم ديروا له التحصين ديالو. هذا الدواء سميتو كوني برافاك. بالنسبه للثمن ديالو نهضروا عليه بعدا واحد شويه. هو اللون ديالو حليبي، يعني بحال الحليب، يعني ابيض. وخاصكم ديروه الا مشيتو شريتوه، خاصو يدار في واحد مكان بارد، ولكن ماشي بارد يعني نهضروا على الفريغو ولا لا، غير واحد المكان بارد. يعني خاصو يكون هذا المكان مثلا ملي كتفتحوا الثلاجه غير في الباب ديال الثلاجه، يعني ماشي في الاخر، شنو نقولوا له، يعني ماشي في يعني في الفريغو، ولكن غير في الباب ديال الثلاجه. هذاك كاتبين فيه، كيكونوا كاتبين فيه ما خصوش يتجاوز 6 درجات. اذا كاين الثمن ديالو قلنا انه 85 درهم. لاش صالح هذا؟ شحال من ارنب صالح يكفي 10 ارانب، يعني فيه 10 سنتيمتر. هو ملي كتجبد ليبرا كتجبد بالسنتيمتر، هو فيه 10 ديال كافي 10 الارانب كبار. اما الا بغيتو تشريوه بالديتاي، يعني شريوه غير بالاخر بالديتاي، شحال كتشريوه؟ كتشريوه ب 9 دراهم. هذا بالنسبه للتسمم الدموي. اما بالنسبه للتسمم المعوي، فمنين يوصلوا الصغار العمر ديال 30 يوم سمو خصنا نعطيهم، خصنا نعطيهم واحد السيرو سميتو، هو الثمن ديالو كيدير 10 دراهم. هاد السيرو هذا الاسم ديالو هي تي ام بي، واحد الشريطه اس تي ام بي تيغي اس. الثمن ديالو كيدير 10 دراهم. هادشي ملي يكون عندهم شهر، يعني يلاه المرحله ديال الفيطام. اما منين يكون عندهم شهرين، منين يوصل عندهم شهرين، كتستعملهم واحد الدواء ديال المراره والكبد، هذاك سميتو سيفاباكس. اللون ديالو عقلوا على السميه سيفاباكس. اللون ديالو ماشي حليبي، هو اللون ديالو زجاجي نوعا ما. الثمن ديالو هو كيبيعوه بالسنتيمتر. سنتيمتر ملي كتجبد سنتيمتر كيدير درهم للسنتيمتر، هو رخيص في الثمن ما غاليش، كيدير درهم للسنتيمتر. يعني هذا من جهه. اما الادويه اللي كنستعملوها كعلاج في الحين، يعني ادويه كتستعمل العلاج، يعني حتى كيوقع المرض، هذيك كتكون ضروري حتى هي خصها تكون عندك في الحقيبه ديالك. وهذا الدواء هذا هو عباره عن انتيبيوتيك.
انتيبيوتيك ماشي ملي ما ديروا في يعني يكون في مكان بارد، وانما تقدر يكون غير عندكم هكا يعني في البيت ديالكم، ولا غير ما يكونش في الشمس مثلا، ما يتعرضش لاشعه الشمس، ما هو راه كيكون مزيان. هذا الدواء هو عباره عن انتيبيوتيك، لما لا صالح الدواء يصلح لشي امراض من غير هذه الامراض اللي هضرت عليها، يعني انواع جديده من الامراض كامراض تنفسيه كالتهاب الرئه مثلا، الزكام. وكي هاد الانتيبيوتيك كيصلح عاوتاني حتى الامراض الجلديه. الناس اللي تراسلوا معايا قالوا لي بلي راه كاين عندنا واحد الحبوب مثلا تحت الجلد كيكونوا عند الصغار، اغلبيه كيكونوا عند الصغار، هادو كتحقن به الام ديالهم كدير لها انتيبيوتيك وكتكون مزيانه. انتيبيوتيك خصو يكون ديما عندك، واخا تشري قرعه كبيره كدوك غير سنتيم، حتى هو سنتيم لمده يومين، سنتيم هاد النهار وسنتيم الغد ليه. كاين هضرنا على الادويه، اما كاين واحد النوع ديال الادويه وهي مقويات، هي عباره عن مقويات، وفي الحقيقه حتى هي راه ما كتستغناش عليها على طول العام. نقول لكم ضروري ديال يعني الفيتامينات اللي خصهم يكونوا عندك على طول العام. هاد الفيتامينات يا اما كاين فيتامينات، يا اما كاين واحد النوع اخر اللي كيفتح الشهيه وكي كيسمن الارانب وكيعطيهم واحد القوه، وكتعطى حتى ماشي غير الارانب، ولكن كتعطى حتى الماشيه والدجاج، كاع الناس اللي كيبغيو يقويوا الحيوانات ديالهم. كاين الفيتامينات ممكن انك تعطيه في الشتاء، في فصل الشتاء وفي فصل الصيف، يعني هما الفيتامينات على طول العام. الفيتامينات هي في الحقيقه كتعطيهم حيويه ونشاط، المهم كيوليو مزيانين. اما بالنسبه لواحد الدواء سميتو بروموتور، هذاك يعني خص ضروري تعطيه لهم فصل من يكون الحال بارد. علاش؟ لان بالنسبه لهذا الدواء هذا بروموتور كيتعطى وكيعطيهم واحد الطاقه وكيسخنهم، يعني اسمو خصنا حنا نكونوا حاضرين منه ان حراره ديال الصيف ونزيدوا مع واحد الطاقه تدخل لهم الجسم ديالهم، كيتصابوا بالاحتباس الحراري كيوليو ما قادرينش كاع ياكلوا، كيتزمتوا والله يقدر الله كيموتوا. يعني هاد الفيتامينات وهاد البروموتور نعطيو بالاسمنه ديالهم. كاين الفيتامين نقول لكم السميه ديالو، سميتو انتيبيوفيت. انتيبيوفيت كيدير 25 درهم، ولكن راه واحد الكميه كيعطيو واحد خنيشه كتكون كتحل وكتسد بواحد الطريقه باش ما يدخلهاش البرد. المهم انها كتعطيهم واحد الحيويه واحد النشاط، يعني ما تصوروش كيوليو الارانب ديالك مزيانين. هادشي هاد الفيتامين ممكن انكم تعطيوه في الجو السخون او الجو البارد، ماشي مشكل. ولكن بالنسبه البروموتور هذاك الثمن ديالو رخيص، كيدير السنتيمتر كديروه مع يترو ديال الماء، هذاك كيدير درهم. اما الناس اللي عندهم واحد القاطع كبير او عندهم شي حيوانات بزاف، ولا عندكم مثلا غير ماشي غير الارانب، مخلطين كدير الارانب ودايرين انواع اخرين ديال الحيوانات، هذوك ممكن انكم تشريو يترو ديالو. يعني دابا انا درت لكم على سنتيمتر يعني كديروا في اليترو وتكبوا الارانب ديالك. اما اذا كان عندك حيوانات اخرين ولا بغيتي تشري، راه كيدير 200 درهم اليترو. تخيلوا سنتيمتر كيتباع بدرهم، ولكن يترو كامل ب 200 درهم راه اقتصادي 100%. يعني الناس اللي عندهم قطع كبير او حيوانات اخرين مربينهم الى جانب الارانب، اما بالنسبه اللي عنده قاطع صغير بحال هكا ولا هذه يشري بالسنتيمتر، ماشي مشكل. درهم السنتيمتر كتكبوا مع يطرو ديال الماء وكتعطي لهم، راه تكونوا متاكدين انهم كيوليو ياكلوا مزيان، كتفتح لهم الشهيه، كيوليو مخيرين في الصحه ديالهم، كيزيد هما عاوتاني كيزيد يسمنهم، ماشي غير الناس اللي كيمشيو يديروا شي حوايج باش يغشوا. هذا انا كننصح به في الجو البارد، في الحقيقه راه ماشي غش، ولكن انهم الارانب ديالك كيوليو سمانين وكيوليو ياكلوا مزيان، يعني مزيان سميتو بروموتور.
بروموتور. اذا الحلقه ديالنا هي هذه رسالات الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. تكيو على زر جيم باش تساندونا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.